نجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا. نجمتي اللي منوراني دلوقتي في الجمعه في مصر من مهرجان الجونه السينمائي، نجمه صف اول من العيار الثقيل، من القليلين الحقيقه اللي بيقدروا يلونوا شخصيتهم ويقدروا يقدموا اكتر من نوع، سواء كان كوميدي اكشن دراما رعب، بنحبها في مصر كانها مصريه. هي نجمه تونسيه جميله طبعا، وليها فيلم جميل تونسي مشارك فيه المهرجان. انا مش هطول عليها علشان اقدر اخد منها اكبر قدر من المعلومات. سعيده جدا ان هي منوراني، النجمه الجميله اللي ما بشوفش حد بيختلف على حبه ليها، هند صبري، منوراني في الجمعه في مصر. ميرسي جدا، وبجد شكرا على التقديمه الحلوه جدا دي. والله تستاهلي اكتر من كده بكتير، واحنا في مصر اكيد انت عارفه يعني محبتنا ليكي ازاي. بالظبط، يعني انا بعتبر نفسي الاثنين، من تونس ومن مصر. دي اكيد شاركتي في المهرجان، يعني من النجمات اللي شاركوا في المهرجان بفيلم. الحقيقه انا كل النجوم اللي استضفتهم بيتكلموا عن الفيلم نوره تحلم. شفتي ازاي رد الفعل عليه؟ شفت انه اولا الحمد لله انه زملائي كلهم كانوا موجودين يوم العرض، وكان حاجه جميله بالنسبه لي، لان شفت حب زملاء انا بشتغل معاهم بقالي 20 سنه، وجم يشوفوا فيلم تونسي ممكن يكون مش متعودين يشوفوا افلام تونسيه، وركزوا وكانوا موجودين، وكانوا موجودين بحب. والجمهور نفسه كان في ناس كتيره جايه اول مره تشوف فيلم تونسي، اول مره يشوفوني بتكلم باللهجه التونسيه، فكنت فخوره ان انا دمجت الاثنين. عارفه فخوره ان زي ما قلت حتى لما قدمنا الفيلم قلت لهم انا عملت فيلم في بلدي وبعرضه في بلدي، بقدمه في بلدي. وفي نفس الوقت الفيلم جريء، يعني القصه جريئه وانسانيه. نعم جدا. هل اصل النجمه هند صبري ان هي محاميه في الاساس، وطبعا ما شاء الله ماجستير كمان، اثر على تاديتك للدور ده؟ اللي اثر على تاديتي للدور ده هو اني نفسي اكتر واكتر نتكلم عن فئات كتيره في المجتمعات العربيه عموما، مش بس في تونس، ما بنتكلمش عنها كتير. المجتمعات العربيه دايما يعني تميل الى انها تحب تشوف المثاليه في الشخصيات او في النجوم او في الناس اللي بتحبها على الشاشه، ما تتقبلش من حد بيحبه على الشاشه ان هو يقدم دور ممكن يبقى اخلاقيا مش مناسب بالنسبه للمشاهد. انا مؤمنه جدا بانه احنا لازم نبقى مراه واقعنا، والا نبقى فشلنا احنا كفنانين، احنا كصناع افلام، خاصه السينما المستقله، لان السينما المستقله المفروض انه سقف الحريه بتاعها يبقى اكبر من الدراما والسينما التجاريه اللي هي بتمشي بقواعد لعبه الجمهور او بقواعد لعبه تانية غير السينما المستقله. فانا بحب كل شويه ان احنا نعمل شغل او يعني فيلم يخلي الناس تفكر في مفاهيمها للحياه عموما، ونوره تحلم فيه ده شويه. يعني عشان كده بحب العب قوي في السينما المستقله، لانه ده بتديني حتى حريه كفنانه ان انا اتكلم عن حاجات السينما التجاريه ما بتتحليش الفرصه دي. دي حقيقه، ويمكن وده بقى النقطه اللي كنت هتكلم معاكي فيها. الحقيقه في عندنا مشكله ما بين السينما التجاريه وما بين فكره السينما المستقله، ان بنحس ان المعايير مختلفه عند الجمهور. بس يمكن محبه الناس للنجمه هند صبري خليهم يستقبلوا نوره تحلم حتى على المستوى التجاري بشكل مختلف. تعتقد ان ده ممكن يحصل؟ يعني ما اعتقدش ان الفيلم هيحصد حاجه زي الفيل الازرق خالص يعني، ولا عشر الفيل الازرق، لكن اعتقد، وبرافو عليكي في هذا السؤال، لانه ده مهم جدا انه الفنان اللي عنده رصيد عند الناس يعرف ياخد الناس دي حته تانية غير اللي هم متعودين عليه فيها. وانا يمكن ده اكبر حلم ليا او اكبر طموح ليا، انه يبقى في ناس يشوفوا هند في حاجات مختلفه ويبقوا عايزين يشوفوا هند فيها، فبيثقوا في اللي هند بتعمله. في فنانين كده وجودهم في عمل على طول بيدي بره مثلا، يعني بيدي على طول احساس انه لا يبقى ده حاجه بتحترم عقل الناس، قيمه للعمل. نعم، انا نفسي يبقى ده العلاقه، نوع العلاقه اللي بيني وبين الجمهور، انه مثلا امبارح في العرض، يعني في عرض الفيلم في الجونه، انا شفت ناس عمرها ما شافت فيلم مستقل، بس جم على حس اسمي او يمكن نجاحي في الفيل الازرق، فده هو فده شجعهم. هند صبري اسم كبير على فكره، ممكن يتواضع اسم هند صبري اسم كبير. بس يعني بس ده مهم انهم يشوفوا سينما مختلفه، انهم يشوفوا حاجه تانية، ده بيوعي ناس، ده بيخلي ناس تكتشف حبها للسينما. فلازم نبقى احنا همزه الوصل ما بين التجاري قوي وما بين الاكثر خصوصيه. بمناسبه بقى ذكرك لفيلم الحياه الفيل الازرق وقمة التواضع، يعني نجاح فيلم الفيل الأزرق، طبعا الفيلم كان فيه نجوم كبار وكلهم طبعاً ما شاء الله أدوارهم جميلة طبعاً. لكن ما نقدرش ننكر أن لحد دلوقتي الناس كلها كانت خارجة من الفيلم لا تخافوا ولكن احذروا. التيك توك أنا عايزة أعرف بقى،
قبولك للدور وهل حسيتي ان الدور هيعمل الفرقعه دي كلها لحد دلوقتي؟ حتى دي افيهات بتتقال ما بين الناس وهاشتاجات من اعلى الهاشتاجات يعني. لا الصراحه ما كنتش متوقعه للدرجه دي. يعني توقعنا نجاح الجزء الاول اللي هو اصلا نجاح كبير جدا. انا كنت قلقانه جدا لان انا اتحطيت في مقارنه مع خالد الصاوي العظيم. يعني انا حتى قلت ساعتها لاحمد مراد ومروان حامد الكاتب والمخرج، قلت لهم طب انا هاجي اعمل ايه بعد خالد الصاوي؟ يعني انا هعمل ايه خالد ما عملوش؟ لكن في نفس الوقت انا فرحت جدا لحاجه، انه الادوار النسائيه كان بقالها كتير مسطحه جدا وصغيره ومهمشه، والراجل هو اللي بيتكتب له الدور الحلو، والست اللي هو اي احط لي كده بس خطيبه او زوجه او اتبسطت جدا انه شخصيه فريده ولوليا قائمين بذاتهم، شخصيات حقيقية فيها أبعاد، فيها شغل مركبة معقدة. فصراحة ده جذبني رغم مخاوفي الكبيرة، يعني رغم أن أنا خفت، لكن قلت لا أنا مش هيجيلي دور زي ده كل يوم يا رب. وده نداء فعلا، يعني أنه لا يا جماعة الستات كمان محتاجة أدوار مركبة وتقيلة كده. طب قبل ما اكمل معاكي في الفيل الازرق، الى لان دي حاجه الحقيقه انا كنت هتكلم معاكي فيها، مساله ان احنا فعلا عندنا ازمه، حضرتك من نجمات الصف الاول القليلين اللي ليهم اسم كبير جدا، هل شايفه ان في مشكله فيما يتعلق بكتابه الادوار فعلا للسيدات لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ يعني اكيد طبعا اكيد في مشكله كبيره. يمكن مش في الدراما، مش في التلفزيون لا أوه. في التلفزيون هناك حظ اكبر للستات ان هم يبينوا قدراتهم، انه يتكتب لهم ادوار، وفي نجمات بيتعامل باسمائهم مسلسل، ويعني التمييز ما هواش زي السينما. السينما مشكله حقيقيه دلوقتي. هل المساله مساله ايرادات، تخوف من عائد الايرادات، ولا هي مساله فيها شكل من اشكال العنصريه والتحيز للرجل؟ حضرتك محاميه كبيره بقى بصي هي لما بنسال المنتجين بيقولوا او الموزعين بيقولوا الستات ما بتجيبش فلوس، ده الرد. احنا مش لكن 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 طب ما هو زي ما قلتي طبعا في الازرق ده كريم عبد العزيز، كان في نيلي، وانا يعني مع كريم طبعا، وطبعا هناك نجم كبير نجم شباك اسمه كريم عبد العزيز. بس ليه الناس قرروا من الاول انه لا الستات ما بتجيبش فلوس؟ طب جربوا يعني، طب جربونا طيب في فيلم تجاري، مش يعني جربونا في بلوك باستر ونشوف هنعمل ايه. هو بالمناسبه الفيل الازرق اثر عليكي في حياتك؟ لان احنا بنتاثر بافلام الرعب شويه، احنا اساسا بنصدق في الحاجات المرعبه في حياتنا الشخصيه. اثر عليكي في حياتك الصراحه؟ الفيل الازرق انا مش يعني انا اؤمن طبعا بوجود هذه الحاجات دي والجن وكده، كل ده انا اؤمن بيه، لكن عمري ما كنت اتخيل انه لما تنكشيهم ممكن يحصل الحاجات اللي حصلت في تصوير الفيل الازرق. كل اللي اشتغلوا في الفيل الازرق عارفين الكلام ده، وعارفين ان في حاجات غريبه جدا حصلت. لا طب عايزه حاجه من الكواليس، مش هقدر والله. لا يعني عادي جدا، مثلا ان اللمبه، عارفه اللمبه اللي هي 15 كيلو دي كبيره جدا، يعني تقوم مفرقعه واحنا بنصور المشهد بتاع فرقعه، يعني لا كان في حاجات غريبه شويه طبعا، يعني كان في حاجات غريبه، حاجات بتقع على الارض من غير سبب، مفيش حاجه زقتها، مفيش هوا. لا كان في حاجات غريبه طبعا. انا عارفه ان النجمه هند صبري مرهقه جدا الحقيقه من وقت ما جت، ويعني احنا مش سايبينها خالص بالعكس. بس انا قبل ما اطلق سراحك بقى، في حاجه دايما نفسي اسالها حتى على المستوى الشخصي، امتهنتي المحاماه؟ يعني ما شاء الله كملتي ودراسات عليا وكده، امتهنتي المحاماه؟ لا ما امتهنتش المحاماه، وعايزه اقول لك انا رفعت قضيه في تونس عشان يسجلوني، يعني هم كانوا عايزين ما يسجلونيش عشان انا بمثل، لكن ما كانش حقهم، ورحت عملت تظلم في المحكمه الاداريه العليا وكسبت، لكن لم امتهن احتراما للمهنه. ما ينفعش ابقى محاميه وممثله في نفس الوقت، يعني كان لازم اختار. طيب قبل الختام بس، في حاجه جايه يعني خلال الفتره اللي جايه في اعمال جديده باذن الله؟ ان شاء الله دراما، عشان انا بقالي من حلاوه الدنيا ما عملتش مسلسل، فيا رب ان شاء الله دراما 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. انا سعيده جدا انك نورتيني في هذا الحوار السريع، وباذن الله بتمنى يكون لي هيبقى في طبعا حوار مطول بعد كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله جداً. النجمه الجميله هند صبري نورتيني في الجمعه في مصر. شكرا ليكي، وباذن الله لقاءات جايه كتير لازم. ان شاء الله.